سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله الردود علي القريشي النجفي. حياكم الله سيدنا، الله يبارك فيكم، كل عام وانتم بخير. شلونك شيخ؟ تقبل الله اعمالكم ان شاء الله. امين. احببت اخذ من وقت جنابكم نصف دقيقة. احببت اخذ من وقت جنابكم نصف دقيقة. يا شيخ، لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر بيعة النساء في القرآن ولم يذكر بيعة الغدير؟ هل بيعة النساء أهم من بيعة الغدير؟ إذا جاءك المؤمنات إلى أن قال فبايعهن واستغفر لهن الله. سيدنا من وين أنتم؟ من مصر إن شاء الله. من مصر؟ إن شاء الله أتصل بكم بوقت ثاني. طب ليه يا شيخ ما تجاوبني يا شيخ؟ الله سبحانه وتعالى يا شيخ قال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات. ان شاء الله تصلي. طب ليه يا شيخ؟ طب اجيب، ما يعني ما عندكش اجابه دلوقتي؟ اي ما عندي وقت يعني. طيب ردود علي القريشي، انا سني من اهل السنه والجماعه وسجلت المكالمه، هل انا في حل ان انا ارفعها على اليوتيوب؟ انا في حل ان ارفع المكالمه على اليوتيوب؟ شلون؟ انا سجلت هذه المكالمه، تسمح لي ان انا ارفعها على اليوتيوب؟ وأنا ما جاوبتك بس هتربع على ما أنا أرفع إن حضرتك لا تريد أن تجيب، يعني ما عندك إجابة، تسمح لي أرفعها على اليوتيوب؟ لا مو ما عندي إجابة، أنا أتصل بك بوقت ثاني. طب ما تجاوبني دلوقتي يا شيخ، الله سبحانه وتعالى أنا بسألك سؤال من القرآن، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنن إلا أن قال فبايعهن، لماذا ذكرت بيعة النساء ولم تذكر بيعة الغدير؟ هرب. أنا عايزك يا شيعي تنتبه، هذا الردود هذا ده اللي انت بتجلس تحت قدم وتبكي، يعني هذا الردود اللي بيبكيك في الحسينية، شوف لا يعلم شيء ازاي، هذا الردود اللي بيجعلك تبكي تحت قدمه في الحسينية، ردود على القريش النجفي، هذا شايف صورته هذا بتبكي تحت قدمه، والآن يعلم ان دينه على باطل، لا يستطيع ان يأتي دليل من القرآن بيعة النساء اهم من بيعة الغدير. افك يا شيعي، افك يا شيعي قبل ان تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. هو فعلا راعي مواويل فقط. اللهم ادع عوام الشيعة وخذ بأيديهم الى نور مذهب النفس طيبة الطاهرة المطهرة مذهب اهل السنة والجماعة.